ليش بعدنا عم نكب المسؤوليات ورا ظهرنا؟ وليش بعدنا عم نتلطى؟ وليش بعدنا عم نتجنب؟ شو بعدنا ناطرين؟ ومن شو بعدنا خايفين؟ بتذكر أنا تيتر بالأحمر الأحرار يعدمونا كتائبيا. We still don't understand why the surprise attack took place except as a matter of vengeance probably. نتأمل أنه نمشي بهالطريق لنخلق لبنان يلي كلنا سوا بدنا إياه. ولكن لما قوي بشير عاش فينا الأمل بوحدة لبنان. إجا ريغان على رأس الجمهورية تغيرت الأمور. Commander in chief of the Lebanese forces, Mr. Bashir Jmeil, اللي عم يعترفوا فيه. جيش السوري عمل محاولة هجوم وضرب زحلة بعيد الميلاد بقصف شديد.